بالخير. أعجبتني هذه العبارة اللي تقول لا يأتي المرضى النفسيون إلى العيادات وإنما ضحاياهم. تأملوها زين. وعلى طاري المرض النفسي، أعتقد من مسببات المرض النفسي في مجتمعنا إن بعض الناس ما يخليك تكمل سالفتك. إذا قلت سالفة قام هو إما كملها من عنده أو قاطعك أو غير الموضوع أو جاب سالفة أقوى من سالفتك، وهذا أظن الله أعلم إنه من مسببات الاكتئاب. ومن الأشياء اللي أنا لاحظتها إنه بعض المجالس أعداد السواليف اللي فيها أعداد هائلة جدا اللي تطرح، اكتشفت إن أكثرها ما يكمل لأن ما يعطون مجال، كل واحد في خاطره شيء وده يقوله، وده يقول سالفة أقوى، وده يقول موضوع آخر، وعنده شيء شبيه وعنده المهم. فعندي مقترح أفكر فيه، وإذا أحد وده يسويه ترى فكرة حلوة مرة، إنشاء موقع أو تطبيق عداد سواليف بحيث إنه يوضع في المجلس ويشتغل ويعدون سواليفهم، وكل واحد يعني يقول له ترك أنت تجاوزت الحد وأنت سولفت 10 وأنت ما كملت الباقي، بحيث إنه يعني يستخدم الذكاء الاصطناعي. وعداد السواليف المفروض إنه يراجع بعض السواليف ويصحح المعلومات، والسواليف المكررة يعلمهم، يقول توق يعني يسوي إشارة كذا، ترى السالفة دي قالها أبو فلان، قلت لك أخطيت، البطل اسمه حمود بدل ما هو عبد الله مثلا، وهكذا. بحيث إنه كثير المجالس السواليف فيها مكررة وتاخذ وقت، ولو فيه يعني جهاز يعني يصحح وهذا يفرملهم شوي. والعرب يقولون إن كنت كذوبا فكن ذكورا، يعني كنت رجالا رايت كذب وكذا، لازم تكون ذاكرتك قوية جدا حتى ما تتفشل.